تمينوت ن اجيال الشاويه نصطاد تفاعل اسا الخطاب الملكي السامي الملك محمد السادس اتنص ربي بالمناسبه الذكرى 20 غشت 2020. تنفذ البروتوكول الصحي، توزع 5000 الكمامة فما فوق، توزع 5000 الوحدة ديال التعقيم، تقدم النصائح ناي يتمون البروتوكول الصحي للوقاية ضد كورونا. الحمد لله تمثيليات نتمينوت الأجيال الشاوية كسطات الشبيبة نتوتمين الهيئة الأطباء الممرضين الفلاحة التجار الرياضيين كلو ساهمن الحملات التحسيسية الواسعة. أعود اليوم بصفة رئيس جمعية أجيال الشاوية بسطات باش نفتخر بالجمعية وبالأعمال اللي كتقوم بها. الحمد لله الجمعية تفاعلت مع الخطاب ديال سيدنا الله ينصرو الملك ديالنا المحبوب محمد السادس بالمناسبة ديال الذكرى ديال 20 غشت، تفاعلت بالمساهمة في البروتوكول الصحي القاضي بمحاربة ديال كورونا الداء الفتاك اللي المغاربة كلهم الحمد لله من بعد الخطاب الملكي السامي جندوا باش يحاربوه بالوسائل اللي هي علمية واللي هي مجازة. الجمعية ديال الأجيال الشاوية وزعت اليوم بمدينة سطات ما يفوق 5000 كمامة وما يفوق 5000 وحدة ديال التعقيم. هذا فخر وهذه مساهمة بناء الجمعية في التحسيس بهذا المرض الفتاك للقضاء عليه. من هذا المنبر كنشكر تمثيليات ديال الجمعية، تمثيليات ديال الشبيبة اللي كنشكرها وكنتمنى على اساس انها تقدم المزيد سواء على الصعيد ديال المدينة سطات او على الصعيد ديال المدينة على جهة الدار البيضاء سطات او على الصعيد الوطني. هاد الشبيبة اللي حنا تنفتخروا بها لانها قامت بانجاح العملية ديال 100 يوم 100 مدينة على الصعيد ديال الجهة ديال الدار البيضاء سطات او على الصعيد الوطني. الحمد لله اليوم جميع التمثيليات والصفات اللي 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 كتساهم في الجمعية ديال الأجيال الشاوية ساهمت في هذه العملية التحسيسية. كنشكر كذلك الهيئة ديال الأطباء ديال الممرضين اللي قدموا النصائح من خلال التوزيع ديالهم ديال المساهمة في التوزيع ديالهم ديال الكمامات وديال الوحدات ديال التعقيم. كنشكر كذلك الهيئة ديال الفلاحة ديال التجار ديال الطاكسيات الصنف الثاني اللي شاركونا وساهموا معنا ووزعوا معنا الكمامات ووزعوا معنا الوحدات ديال التعقيم. كنشكر الجميع وكذلك الهيئه ديال انت ديال الاغاثه، الهيئه ديال الرياضيين، السكان كلهم ديال مدينه سطات اليوم انخرطوا في هذه العمليه وساهموا معنا ووزعوا معنا الكمامات والوحدات ديال فهمتي ديال التعقيم. حنا جد فخورين بهذه العمليه هذه والحمد لله كانت المشاركه ديال جميع الصفات والتمثيليات من الاقليم وشاركوا بكل حماس وبكل جراه وبكل فاعليه وبكل تفاعليه. الحمد لله اليوم الهدف ديالنا حنا غادي وكنرسموه وكنوصلوا ليه ان شاء الله بخطوه بخطوه. ونشكر السلطه الاقليميه والسلطه المحليه على المساعده ديالها والمساهمه ديالها على اساس انهم كلهم ساهموا وكلهم تفاعلوا مع الخطاب الملكي السامي. اشكر بهذه المناسبه رجال الامن الدرك الملكي القوات المساعده الوقايه المدنيه مندوبيه الصحه السلطة الإقليمية والمحلية جميع كل من ساهم في إنجاح هذه العملية وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش أبوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.